مقام کرد کا لہجہ کیسے تھا؟ ہم نماز میں کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین، کیسے؟ یہ کرد ہے، توجہ کرنا. جب آپ نے تلاوت لمبی کرنی ہو، ایک پوائنٹ کی بات کرنے لگا ہوں، توجہ رکھیے. جیسا کہ نماز کے اندر تراویح کے اندر آپ نے ایک پورا سپارہ پڑھنا ہے، دو سپارے پڑھنے ہیں، شبینہ کے اندر آپ نے پانچ سپارے پڑھنے ہیں، تو ہر گلے کا استعمال زیادہ ہوگا. آپ مقام تو پڑھیں، اس کو گلے کے اوپر اس کو اثر انداز نہ ہونے دیں، ورنہ اگر آپ تھک جائے گا، یا اگر نہ بھی تھکے تو شبینہ کے بعد یا تراویح کے بعد آپ کہیں گے کہ بس اب میرے ساتھ کوئی بات نہ کرے، غلط درد کرے گا. اس کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ مقام پڑھیں. مثلا آج کا ہمارا سبق کرد ہے، کہ آپ کرد پڑھیں. اس نے ریکارڈنگ کرنا موبائل آگے رکھا کرو. اچھا آپ ریکارڈنگ وہ لمبا آپ نے پڑھنا ہے تو اپنا اپنے آواز کے لیول نیچے رکھیں، نیچے رکھ کر تراویح شروع کریں. توجہ کرنا ہے، کردی ہے. دیکھو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین توجہ الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. یہ جا سمجھ آ رہا ہے؟ اس سے بھی تیز پڑھ سکتے ہیں. میں کچھ سمجھانے کے لیے تھوڑا سا آہستہ کر رہا ہوں ابھی. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے. اچھا میں عام طور پر فاتحہ جو ہے وہ ہر آیت پر وقف کرتا ہوں. آپ لوگ کیسے پڑھیں گے تراویح میں؟ دیکھو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سمجھ آیا؟ کچھ سمجھ آیا؟ کرد ہے. اب آپ لوگوں نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. آپ کے انداز کی تراویح مطلب فاتحہ ایک سانس میں یا دو سانس میں کیسے ہوگی؟ اب آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے میرے بعد. تو اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمد للہ رب العالمین کچھ لڑکے بہت زیادہ تیز پڑھ رہے ہیں، غلط نہیں ہے. پہلے لہجے کو سمجھیں، جتنا سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے لہجے کے اوپر عبور اتنا زیادہ آنا چاہیے.
آہستہ آہستہ میں لہجہ لگانا آسان ہے، جو جو تیز جاتے جائیں گے لہجہ اتنا لگانا مشکل ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ توجہ. کہاں تک پہنچے تھے؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغائبين. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس شيئا. والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون.
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ألا يظن كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا وما أدراك ما سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين ويل وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون أورتيز أورتيز توجه كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا وما أدراك ما عليون وما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب
الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم